تاونز العلمية حصيلة لألقاب وجوائز وطنية ودولية، الأولى وطنيا والرابعة دوليا في مسابقة تحدي القراءة العربي بدبي من بين 30,000 مدرسة في الوطن العربي، الثالثة في مسابقة قطار المعرفة الدولية، تفوق المدرسة في البطولة الدولية للمناظرة بالدوحة، الثالثة عربياً في الأولمبياد الدولي الثاني للغة الإنجليزية بعمان، نتائج جد مشرفة في شهادة الابتدائي المتوسط والبكالوريا منذ تأسيسها، توقيع المدرسة على عدة اتفاقيات تعاون وشراكة وطنية ودولية. تأسست مدرسة تاونز العلمية سنة 2007، تضم اليوم أكثر من 700 تلميذ و64 مؤطراً موزعين على فرعين. تقوم عملية التدريس على التعلم النشط والمرح في المرحلة الأولى، ثم التمكن في التعليم فالتعلم الذاتي. مؤسسة تعمل تحت رسالة أننا نلتزم بالإسهام في إعداد وتربية طالب مؤمن كفء في أدائه فعال في محيطه يعيش أسره. تسعى مدرسة تاونز العلمية لأن يكون التعليم ممتعا ومتميزا بمواكبة طرق التدريس الحديثة واستخدام تكنولوجيات التعليم الجديدة. استعمال التقنيات الجديدة من أجل الإسهام في ربط الولي بالأستاذ لصالح التلميذ. تأسيس ناد للروبوت وتنظيم منافسات مدرسية بغية تنمية المهارات والقدرات العقلية للتلاميذ. عبارة عن تنمية للقدرات العقلية والمهارات من خلال تنمية المواد، مثلا في الرياضيات والفيزياء إن كان مستوى ضعيفا سيرتقي بحماسة بطريقة فعالة. We've got a game today, so we're going to play, right? Gray color. Big animal. Yeah. نجاح التعلم يكون بنجاح تقريب التعلمات من الواقع. يعني السر في استقرار العامل البشري في المؤسسة هو أنه عندما يأتي أي أستاذ أو إداري أو أي يعني منتمي إلى المؤسسة يشعر كأنه في أسرته أو في داخل منزله، فيشعر بالراحة. لدينا مركز يسمى ستيب سنتر، معناه الخطوة، وأنشئ حديثا أيضا خاص بالتكوينات والدورات التكوينية. لبعض التلاميذ دعم نفسي وآخر بيداغوجي من خلال قسم الإرشاد النفسي وقسم المعالجة والاستدراك. معا نرفع لواء التربية والتعليم في وادينا وفي جزائرنا الحبيبة، ولنوصل إن شاء الله أبناءنا للتميز على مستوى العالم إن شاء الله.